على الله، اعطينا بس مباشر رحمه. استعان بالله. أخي ناصر تفضل. أخي ناصر تفضل. أخي ناصر ايوه يلا جزاك الله. نبدا الساب، توكل على الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه الى يوم الدين. ارحب بالمحاضرين والمستمعين الكرام بالمنصه العالميه لحقوق الانسان في اكاديميه الرواد الالكترونيه. في المحاضره سنتكلم عن ثلاث محاور رئيسيه. المحور الاول، المنظمات الدوليه غير الحكوميه بين المهام الانسانيه وتدخل في الشؤون الداخلية للدول، سيلقي علينا الدكتور هاشم بن علوي. والمحور الثاني، آليات مواجهة عمل تلك المنظمات الدولية غير الحكومية، سيلقي علينا الأستاذ عبد الناصر حوشان. والمحور الثالث، مصداقية المنظمات الحقوقية في عملها، وسيلقي علينا الدكتور غسان عبد القادر. ونود قبل أن نبدأ في المحاضرة ويتكلم السادة المحاضرين أن نعرف المنظمات الدولية والمقصود منها. المنظمات الدولية بكل اختصار بأنها هي شخص معنوي من أشخاص القانون العام، ينشأ من الدول لرعاية مصالح مشتركة دائمة بينهما، ويتمتع بإرادة ذاتية في المجتمعات الدولية في مواجهة الدول الأعضاء. ولكن هناك اختلافات رئيسية وجوهرية رئيسية وبين تلك المنظمات، وهي تنقسم على ثلاث. القسم الأول من ناحية العضوية، أن لكل منظمة شروطا خاصة لعضويتها، منها ما تكون شروط عامة ومنها ما تكون شروط خاصة. وهناك منظمات يعني تتبع الاختصاص، منها اختصاص تشريعي أو بحثي أو قضائي. والعنصر الثالث، منظمات لها سلطات مختلفة، من المنظمات ما لها سلطات قانونية مثل منظمة مجلس التعاون الخليجي، ومنها ما لها منظمات يعني ما لها سلطة إلا سلطة إصدار التصاريح والبيانات. هذا بكل اختصار عن المنظمات الدولية. نبدأ بإذن الله مع المحور الأول للدكتور هاشم بن علوي، المنظمات الدولية غير الحكومية بين المهام الإنسانية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول. يبدأ الدكتور معنا، تفضل دكتور هاشم. دكتور هاشم. دكتور. انقطع. دكتور هاشم، تفضل دكتور هاشم، الله يكرمك. دكتور هاشم تفضل، المحور الأول عندك دكتور هاشم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله دكتور. حياكم الله جميعا. الله يحييك ويحفظك إن شاء الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ إن شاء الله تعالى بالحديث عن المنظمات الدولية غير الحكومية بين المهام الإنسانية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقبل أن نبدأ لابد
أن نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ عصام شويدر رئيس المنصة العالمية لحقوق الإنسان والحريات، وأستاذنا المحامي حمد دنيا منسق المنصة العالمية لحقوق الإنسان والحريات في أكاديمية الرواد الإلكترونية، الأستاذ ناصر أنور العدواني ميسر الجلسة بارك الله فيه، أستاذنا المحامي عبد الناصر الحوشان والدكتور غسان عبد القادر. نرحب بالجميع ونتقدم بالشكر أيضا الجزيل للجميع، ونبدأ إن شاء الله تعالى في محورنا الذي يتكلم عن المنظمات غير الحكومية، وقد أشار ميسر الجلسة لجزء من تعريف هذه المنظمات وما تتمتع به من صفات ومن حيث تكوينها العام وأقسامها. والمقصد في المنظمات غير الدولية أو غير الحكومية، المنظمات الدولية غير الحكومية، أنها لا تتصل مباشرة بالحكومات داخل إطار الدول، وبالتالي نجد أن هذه المنظمات لها نوع توسع من حيث الخصائص التي يمكن أن تباشرها، وكذلك من حيث المميزات التي تتمتع بها. وفي إطار قواعد القانون الدولي العام نجد أن أشخاص القانون الدولي سواء كان الدول أو المنظمات الدولية، عندما نقوم بتطبيق مفهوم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعلى من ينطبق هذا الإطار في حد ذاته، وعلى من ينطبق الحظر في مسألة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، جميع هذه النقاط إن شاء الله تعالى سنتعرض لها بالتفصيل في ذلك. ولكن قبل ذلك لابد أن نشير إلى نقطة أساسية، وهي مسألة مصادر القوة في المنظمات الدولية غير الحكومية. هذه مصادر القوة التي تتيح لهذه المنظمات كونها غير حكومية، صحيح أنها تتمتع بالصفة الدولية لكونها في إطار المجتمع الدولي، إلا أنها غير حكومية ولكن لها مجالات واسعة في إطار التطبيق العملي وفي الواقع الذي يتابع في الواقع الموجود اليوم. وهنا يمكن القول أن مصادر القوة في المنظمات الدولية غير الحكومية يمكن أن نجملها فيما يأتي. أولاً، أن هذه المنظمات عملت على إيجاد قواعد قانونية دولية لإعمال حقوق الإنسان، فهي تسعى إلى تعزيز هذه الحقوق من حيث المنطلق الأساسي. نحن إن شاء الله سنبلور فكرة ارتباط حقوق الإنسان بالمهام الإنسانية بهذه المنظمات، لكن ابتداء من أقوى مصادر القوة في هذه المنظمات غير الحكومية أنها تسعى لإيجاد قواعد قانونية دولية لإعمال حقوق الإنسان، كما أن هذه المنظمات تبني عملها الأساسي على الاستقلالية التامة عن مواقف الحكومات، فنجد أن عندها نوع استقلالية كاملة، وهذا يعطي لها مساحة كبيرة جدا في أنها لا تتأثر بالجانب الحكومي، لا بجانب الإيجابي أو بالجانب أو بجانب السلبي، ولا تتأثر أيضا بالمصلحة أو بالتيارات السياسية التي توجد في وسط البيئة التي يمكن أن توجد فيها هذه المنظمة غير الحكومية. من مصادر القوة التي يمكن أن ننسبها إلى المنظمات الدولية غير الحكومية أنها تلتزم التزاماً تاماً بتحقيق الأهداف الأساسية لوجودها، وهي تعمل بشتى الطرق على تحقيق هذه الأهداف. وبالتالي نجد أن مثل هذه المنظمات لا تعكس إراداتها بالنظر إلى الأعضاء الذين يقومون بتكوينها، وإنما هي تسعى إلى تحقيق أهدافها الأساسية بغض النظر عن الأطراف الموجودين في إطارها، وتشبع هذه الجهات بهذه الأهداف الأساسية الموجودة لديها. وبالتالي نجد سواء كان أشخاص هذه المنظمات سواء كانوا طبيعيين أم كانوا معنويين، فبالتالي نجعل أن الإرادة المشتركة فيما بينهم دائماً ما تتجه إلى تحقيق أهداف المنظمة ولا تبتعد عن تحقيق هذه الأهداف. من مصادر القوة أيضاً التي يمكن أن نشير إليها في هذه الجملة أنها لا تهدف هذه المنظمات غير الحكومية إلى تحقيق الربح المادي لها ولا للأعضاء المنتسبين إليها بحسب شعاراتها المعلنة. وطبعا هذا من حيث الإطار العام، من حيث الإطار العام الذي تتمتع به هذه المنظمات. إضافة إلى ذلك أن هذه المنظمات غالبا تكون بعيدة عن الجمود وتكون قوية على التكيف مع المتغيرات التي يمكن أن تحصل لها في إطار المجتمع الدولي، سواء كان في إطار الدول أو في إطار مناطق النزاع أو في إطار الدول المستقرة. فعلى كل حال نجد أنها تسعى إلى تحقيق أهدافها، إضافة إلى أنها قادرة على التكيف مع تلك المتغيرات ولا تؤثر فيها هذه التغيرات الطارئة أو التحولات، لأن المقصد من وجودها
الأساسي هو وجود الجانب الإنساني بحسب ما يتم تداوله في إطار هذه المنظمات، وبالتالي فهي لا تخضع لذات التأثيرات التي يمكن أن تخضع لها المنظمات الدولية الحكومية من حيث التأثير من قبل الدول أو من قبل المجتمع الدولي في حد ذاته على أعمالها أو في مجال ما يتم مباشرته. هذه مصادر القوة التي أشرنا إليها يمكن أن يتم استغلالها للمصالح أو يتم إيجادها كثغرات أيضاً لإيصال أشياء محددة، وهذا ما سيتم إن شاء الله الحديث عنه في مسألة التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فإذا عرفنا الرؤية أو الإطار العام للمنظمات غير الحكومية والغاية التي تسعى إلى تطبيقها هذه المنظمات بشكل عام، طبعاً المنظمات غير الحكومية من حيث أمثلتها أو من حيث أسماءها مشتهرة ومنتشرة على الواقع، منظمة العفو الدولية، منظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثل أطباء بلا حدود، جمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر، حركة مكافحة الجوع، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وغيرها، يعني أعداد كبيرة جدا من هذه المنظمات. إذا انتقلنا إلى الجزء الآخر بعد أن عرفنا الإطار العام للمنظمات غير الحكومية، فإذا انتقلنا إلى الإطار الآخر وهي مسألة التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أساسها الفكري، مرجعيتها، تحليلها الفكري، منشأه، كيفية الوصول حتى نصل بالتدريج إلى مسألة الارتباط بين المنظمات وبين مسألة التدخل في الشؤون الداخلية للدول. بالنسبة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول من حيث تعريفه مأخوذ من ألفاظه واضح الدلالة من أن التدخل هو تعرض للشؤون الداخلية للدول أو لدولة ما، وهذا التعرض ليس له أساس قانوني أساساً، وبالتالي فالتدخل في الشؤون الداخلية للدول يصنف بأنه عمل غير مشروع وهو محظور دولياً، وقد حرمت الأمم المتحدة في إعلانها عام 1981 عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، سواء كان ذلك التدخل تدخل سياسي أو كان ذلك التدخل تدخل اقتصادي أو كان ذلك التدخل تدخل أيضا ثقافي، فهذه الثلاثة أو غيرها من نوع التدخلات التي يمكن أن تنشأ في المستقبل الدولي، فجميعها في إطار المنع والحظر وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ولكن نجد أن هذا المبدأ، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، من حيث منشأه كان يصدق أو يصلق أو سبب وجوده كانت الكيانات الدولية الممثلة للدول، وخوفاً من تدخل الدول بعضها على بعض وجد هذا المبدأ في حد ذاته. وبالتالي لو حاولنا أو المجتمع الدولي، وهذا من المشاكل التي يعانون منها، لو حاولوا تنزيل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية على المنظمات الدولية وفقاً لهذا المبدأ لكانت المنظمات الدولية خارجة عن هذا الإطار، لأن هذا المبدأ لا يطبق إلا على الدول ولا يطبق على المنظمات الدولية، سواء كانت منظمات دولية حكومية أو منظمات دولية غير حكومية، لأنها لا تدخل في هذا الإطار، وأن هذا المبدأ إنما يطبق على الدول. ولكن نتيجة للواقع الدولي ووجود واقع دولي مؤسف جدا بالنسبة للمنظمات الحكومية وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول، بدأ هناك تحرك دولي لتصنيف مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في إطار المنظمات الحكومية، وبالتالي وجد عندنا في الواقع الدولي، وجدت هناك عندنا بعض الممارسات الدولية في مسألة التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مثل المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للسلفادور والاتحاد السوفيتي عندما قام بتقديم بعض المساعدات لكوبا وغيرها، هي عبارة عن مساعدات اقتصادية ولكنها تطورت بعد ذلك وأصبحت مساعدات عسكرية، وبناء عليها تم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فأصبحت المنظمات الدولية وسيلة من وسائل التدخل في الشؤون الداخلية للدول وخصوصا المنظمات الدولية الحكومية. بقي معنا الآن المنظمات الدولية غير الحكومية، فهل يمكن أن تمارس المنظمات الدولية غير الحكومية مفهوم ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؟ بمعنى هل يمكن أن تتدخل المنظمات الغير الحكومية في الشؤون الداخلية للدول؟ طبعاً المقصد الأساسي من الموضوع هو أن أساس نشأة المنظمات غير الحكومية هو الجانب الإنساني، والجانب الإنساني دائماً ما يحاط بهالة من التعظيم وهالة من التوقير وهالة من الاحترام،
وبالتالي نجد أن هذه المنظمات غير الدولية أو غير الحكومية، المنظمات الدولية غير الحكومية، غالباً ما تحيط نفسها بهالة حقوق الإنسان وتطبيق حقوق الإنسان كما سيأتي معنا. وبالتالي لابد علينا أن نتعرض الآن لمبررات تدخل المنظمات الدولية غير الحكومية في الشؤون الداخلية للدول. وهذه المبررات ستثبت لنا بصورة واضحة أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ينطبق على الدول وينطبق على المنظمات الدولية وينطبق أيضاً على المنظمات الدولية غير الحكومية. الحكومية وغير الحكومية يمكن أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا قمنا بتطبيق مبادئ التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وبالتالي يمكن أن نسرد الآن مبررات التي يمكن أن تقدمها المنظمات الدولية غير الحكومية في تدخلها في الشؤون الداخلية للدول. أول هذه المبررات هو التذرع بتطبيق قواعد العدالة وحقوق الإنسان. هذه أكبر وسيلة من الوسائل التي تلجأ إليها هذه المنظمات الدولية غير الحكومية، لأن وجودها وجود إنساني، وبالتالي تجدها تسعى وتلهث خلف مسألة تطبيق حقوق الإنسان. ولو أدى ذلك الفعل إلى وجود ضغط على دولة معينة أو وجود دعم لجهات معينة أو حتى كما سنذكر إن شاء الله في صور تدخلها تم استغلال هذا التدخل في إطار الجانب السياسي أو الجانب الاستخباراتي أو غيره. وبالتالي نجد أن مبرر حقوق الإنسان ومحاولة تصدير الفكرة المرجعية لدى الدول وفقا لمبرر تطبيق حقوق الإنسان، بمعنى أن الفكرة الغربية لمسألة تطبيق حقوق الإنسان يحاولون تطبيقها بحذافيرها تحت أي مبرر من المبررات على كافة الدول، سواء كانت تلك الدول ذات مرجعية دينية أو ذات مرجعية فكرية أو خصوصا في الدول العربية وغيرها، فهي تسعى هذه المنظمات لتطبيق حقوق الإنسان بمرجعيتها الغربية وبأساسياتها وبأفكارها على المجتمعات الإسلامية. وبهذا أصبح تدخلها في هذا الجانب، بمعنى أصبحت المنظمة الدولية تحاول أن تطبق حقوق الإنسان من وجهة نظرها أن هذا التصرف هو من حقوق الإنسان، وقد نجد أن هذا الفعل في حد ذاته يتعارض مع مبادئ أساسية في هذه الدولة، فهنا يعتبر تدخل في الشؤون الداخلية للدول، والصور التي سنذكرها إن شاء الله أكبر دليل على ذلك. إذن التذرع الأول هو التذرع بتطبيق قواعد العدالة وحقوق الإنسان. الأمر الثاني التذرع بالديمقراطية ومحاولة تطبيق النموذج الليبرالي الذي كان سائداً منذ القرن التاسع عشر. وهذه المرجعية الفكرية الليبرالية في حد ذاتها يمكن أن تتوافق مع التقسيم الحاد الموجود في المجتمعات، ففكرتهم في مسألة التذرع بتطبيق الديمقراطية من غير مراعاة لحال الدول التي يتم تطبيقها فيها تحت مبررات الحرية أو أي نوع من الأنواع التي يمكن أن يتم التذرع بها، ففي ذات الوقت يمكن أن نقول أن هذا من المبررات التي تسعى إليها هذه المنظمات الدولية. أيضا التذرع بتطبيق قواعد القانون الدولي العام. كل ما حصل هناك تعارض في تطبيق مبدأ معين من قبل هذه الدول تحاول جاهدة إلى التذرع بمسألة تطبيق قواعد القانون الدولي العام، وهذا ما نراه بشكل واضح عندما ننظر في بعض المنظمات الدولية غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية على سبيل المثال. وبالتالي لابد أن نذكر بعض صور التدخل من قبل المنظمات الدولية غير الحكومية في الشؤون الداخلية للدول، لأنه اليوم أصبح كواقع ملموس وأصبح كرؤية موجودة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يغفل أو أن يغفل النظر عن مثل هذه التصرفات أو عن مثل هذه الوقائع المستجدة والمتطورة طبعا. فمن صور تدخل المنظمات الدولية غير الحكومية من هذه الصور هي مسألة التدخل في عن طريق المساعدات الإنسانية أو المساعدات الاقتصادية. طبعا المساعدات الإنسانية أو المساعدات الاقتصادية أصبحت اليوم من أقوى الأسلحة الاستراتيجية واسعة الاستخدام، وطبعا في عديد أو في الكثير من المواقف الدولية نجد أن هذه المنظمات غير الحكومية غالبا ما يتم وجود تشبيك وتفريخ بينها وبين المنظمات الدولية الحكومية وبينها وبين المنظمات الموجودة في المجتمع المدني. فالتشبيك بينها وبين المنظمات الدولية الحكومية مثل التواصل الموجود بين منظمة الأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي
مع هذه المنظمات غير الحكومية والإنسانية في حد ذاتها. فبالتالي هذا التشبيك أورث انتقال جزء من الخصائص الموجودة في المنظمات الحكومية إلى المنظمات غير الحكومية، وأصبحت المنظمات غير الحكومية كأداة غير مباشرة لتنفيذ سياسة تلك المنظمات في إطار هذه الدول، وفي إطار مقابل تنازلات سياسية أو تنازلات اقتصادية أو لفرض أنماط معينة من السياسات والتوجهات. وبالتالي لم تعد المساعدات الاقتصادية والإنسانية تقدم باسم الصداقة والتعاون، وهذا أمر ملموس، وإنما نجدها أنها صارت عبارة عن مفاوضات تتداولها وسائل الإعلام أو من أجل تنازلات أو من أجل شروط معينة للاستفادة من حجم مساعدات اقتصادية معينة أو غيرها، مما يوحي أن هذه التصرفات في حد ذاتها تعتبر تدخل واضح وغير شرعي، وتستند إلى قوة المال لا إلى قوة النص القانوني أو إلى قوة الضرورة والاحتياج الذي تفرضه على الدول، بل قد تصل إلى مسألة المساس بصميم السيادة الوطنية وتقرير طبيعة النظام السياسي والاقتصادي في الدول. نعطي أيضا مثالا على مسألة التدخلات السياسية وما نقل عن في بعض المواقف من تدخلات في نقل معلومات استخبارية عن طريق بعض المنظمات الدولية غير الحكومية، وهذا أيضا يعتبر في حد ذاته أنه تدخل في شؤون الداخلية للدول، بل يعتبر أنها مؤشر خطر في حالة وجودها في إطار الدولة أو في إطار هذه الدول. وبالتالي يؤكد لنا الباحث والبروفيسور ويليام دي ماركس على أن المنظمات الدولية غير الحكومية والعاملين فيها يحصلون على معلومات لا تستطيع أجهزة الاستخبارات الحصول عليها من طرق أخرى، حيث تشكل هذه المنظمات مصدراً هاماً للمعلومات بالنسبة للاستخبارات الدولية. وفي كثير من الأحيان يتم إرسال المعلومات التي يتحصل عليها بشكل مباشر إلى قيادة الاستخبارات المركزية لتحليلها، وهذا منقول في كتاب الدكتور هادي قبيسي في الأدوار الخفية للمنظمات غير الحكومية مركز الحرب الناعمة للدراسات، ونقل هذا النص بناء على إحصائية وبناء على عمل مباشر من قبل هذه المنظمات. وبالتالي كثير من المنظمات غالبا ما تحتوي توجهاتها سواء كانت إنسانية أو غير إنسانية على أغراض سياسية واستخباراتية، ويمكن أن يتطلب الأمر في بعض الأوقات حتى إشراكها في صناعة سياسة الدول، خصوصا في الدول التي يكثر فيها نوع من النزاعات أو نوع من الحروب. ومن المؤسف فعلا أن نرى واقعنا اليمني محطة لمثل هذه التغيرات في ظل هذه النزاعات التي تدور بنا من كل جهة من الجهات، إضافة إلى شعار مسألة شعار التنمية السياسية، التنمية السياسية في إطار التي تباشر بعض المنظمات وخصوصا في الدول ذات الصراع السياسي. فهذه التنمية السياسية أو دعم معين هو عبارة عن دعم استخباراتي واضح المعالم لجهة ضد جهة أو لطائفة ضد طائفة بما يتوافق مع المصالح الكبرى للدول، وهذا في حد ذاته يعتبر تدخل في الشؤون الداخلية للدول. يبقى معنا صورة أخيرة في مسألة التدخل في الشؤون الداخلية للدول، هو التدخل في الشؤون المرجعيات الفكرية للدول على أساس التبرع بتطبيق مسألة حقوق الإنسان، ويأتي في هذا الشأن التدخل في الشؤون الدينية والتدخل في الشؤون العقائدية للدول. وبالتالي نجد أن أمثال هذه المنظمات تسعى جاهدة تحت مبرر طبعاً حقوق الإنسان إلى التدخل حتى في أحكام في إطار القانون الداخلي للدول من أجل أن يقوم بتغيير أو من أجل أن يقوم بتغيير الفكرية الجانب الفكري لدى المجتمع تحت أي مبرر من المبررات. على سبيل المثال، لو يدخل الإنسان إلى موقع منظمة العفو الدولية وسيجد فيها ما لا يعني يخفى على باحث ولا يخفى على قارئ ولا يخفى على مطلع ما يتم نشره في هذه الصفحة أو في أو عن طريق هذه المنظمة. وهذه المنظمة على وجه الخصوص تستعمل ما يسمى بمفهوم حرب المصطلحات ضد المراجع الدينية في إطار الدولة الواحدة. فتجدها على سبيل المثال للحصر عندما تتكلم عن مسألة الزواج المرأة في الشريعة الإسلامية، وتتكلم عن القوامة الرجل عليها أو ولي أمرها، وتتكلم عن ما يسمى بالمهر في الشريعة الإسلامية. هذا من صميم
القانون ونصت المادة الثالثة مثلاً على سبيل المثال في القانون في الدستور اليمني على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات في القانون اليمني، وبالتالي لما ننتقل إلى قانون الأحوال الشخصية ويأتي بمسألة تطبيق الجانب الشرعي أو الجانب الإسلامي بمسألة ولاية الأب على أبنائه أو على بناته أو غيرهم، فهذا مرجعية ونص دستوري عندنا، لا نحتاج إلى أن يوجد هناك من يتدخل عن طريق هذه المنظمات غير الحكومية في تغيير أمثال هذه الأمور، فيأتي ويسمون مثل هذا التصرف يدخلون تحت بند ما يسمى بالاتجار بالبشر. الاتجار بالبشر هذا كمصطلح عبارة عن مصطلح له دلالاته، لكن تنزيله في إطار مجتمعات إسلامية وفي إطار مرجعية فكرية لدى هذه المجتمعات وتحاولون تغيير هذه المرجعية في قوامة الوالد على ابنته تحت مسمى الاتجار بالبشر، هذا تدخل صارخ وتدخل صريح من قبل هذه المنظمات من أجل تغيير المرجعية الفكرية والعقائدية الدينية، فضلاً عن ما يتم التدخل فيه تحت مدلولات حقوق الإنسان في مسألة الحدود، مسألة الأحكام، مسألة التغييرات في مسألة النصوص الشرعية. مثل هذا يعتبر تدخل في الشؤون الداخلية للدول. والإشكالية الكبيرة التي تبنى على هذه المسألة أساساً هي مسألة التكييف لمسألة حقوق الإنسان في حد ذاته. نحن كمجتمعات إسلامية لسنا في حاجة أن تأتي لنا منظمات غير حكومية وتنقل لنا صورة حقوق الإنسان في صورة قوالب جاهزة بتفكير أو برؤية غربية في حد ذاتها من أجل أن نطبقها. فحقوق الإنسان أو الذي ترى أنه حق للإنسان، نحن عندنا حق للإنسان لكن بضوابطه، وبهذا محاولة تغيير الهوية الإسلامية والهوية الشرعية والهوية العقائدية والانتماء الفكري عن طريق بث مثل هذه السموم وحرب المصطلحات يمكن أن نسميها من قبل هذه المنظمات الحقوق الدولية غير الحكومية هو تدخل صارخ لو قارناه مع مقدار ما يتم تقديمه من مساعدات إنسانية لوجدنا هناك فيه نوع توازن بين ما يتم تقديمه، فهم لن يقدموا شيء من غير مقابل وهذا ما هو معروف، وبالتالي مسألة أنك تقدم شيء من جانب إنساني مقابل تغيير هوية هو يعتبر عندهم منصب موجود، وهذا في حد ذاته يعتبر تدخل في الشؤون الداخلية للدول لا يمكن غض النظر عنه، فضلا عن مسألة توظيف القادة الدينيين للأغراض على سبيل المثال رأينا قبل أيام عن طريق هذه المنظمات توظيف معين من أجل وهي تدخل صارخ طبعا في الشؤون الداخلية للدول من أجل تحت مبرر تطبيق حقوق الإنسان، أنهم أوجدوا لنا بعض الشعارات ونشروا بعض المقاطع الفيديو على وجود بعض أئمة المساجد والمثليين وما إلى ذلك من أجل تمرير هذه الفكرة أو تطبيع هذه الفكرة لدى الفكر الإسلامي أو لدى أفراد أو المجتمعات الإسلامية، فهذا في حد ذاته يعتبر أيضا تدخل واضح في الشؤون الداخلية للدول عن طريق هذه المنظمات، وما هو إلا عبارة عن فكر استدراجي للشعوب وكذلك من أجل ما يسمى بالتحرر والتنوير ونبذ الأديان وتوظيف الشعارات بما يضفي في كافة الجوانب، حتى عندنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود ومسألة الاعتناء بالصحة الإنجابية والتدخل في أشياء هي من صميم المرجعية الفكرية والهوية للدول، فهذا في حد ذاته يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للدول، وهذا عبارة عن جزء مبسط فقط من التتبع لمسألة التدخل في الشؤون الداخلية من قبل هذه المنظمات غير الحكومية، والواجب على الدول أن يكون هناك فيه مرجعية وأن يكون هناك فيه مراقبة فعلا مثل هذه التصرفات، ولا يمكن أن نجعل مسألة المصلحة المادية أو المعونة الإنسانية وإن كانت هذه المنظمات تحظى بنوع حصانة أو هالة مسألة تطبيق حقوق الإنسان وما إلى ذلك، فلا بد من وجود رقابة على مثل هذه التصرفات ولا بد من وجود حد للحد من هذه التصرفات وكذلك لتقليل الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن هذه المنظمات، مع اعتقادنا الجازم بمسألة التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأنه الآن أصبح في العرف الدولي الحديث يتجاوز مسألة الحكومات أو المنظمات الحكومية أو حتى الدول ويصل إلى هذه الأداة ذات التشبيك المباشر والأغراض المباشرة مع الجهات الأخرى أو مع الدول الحاضنة لهذا الموضوع. هذا ما حاولنا اختصاره وتقديمه في هذا المحور بشكل تسلسلي من خلال الابتداء بتعريف هذه المنظمات ومصادر قوتها ثم صور تدخلها
وفي الختام طبعا أتقدم الشكر الجزيل لميسر الجلسة أستاذ ناصر المحامي، وكذلك بقية الإخوان والمشاركين، ونعتذر إن كنا قد أطلنا يا أستاذ ناصر في الموضوع أو تجاوزنا الوقت. نعتذر. أبدا، استمتعنا معك دكتور، حفظكم الله وبارك الله فيكم، ضيفنا والله وفدتنا بالخدمة، جزاكم الله خير. يعطيك العافية دكتور وجزاك الله خير. انتقل المحور إلى المحور الثاني مع الأستاذ عبد الناصر حوشان في آليات مواجهة عمل تلك المنظمات الدولية غير الحكومية. تفضل أستاذ عبد الناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محورنا هو بعنوان آليات مواجهة عمل المنظمات الدولية غير الحكومية. مثل ما تفضل زميلنا وأخونا دكتور هاشم استعراضه بتعريف المنظمات الغير حكومية وأعطانا صورة كاملة عن بنية هذه المنظمات حتى يمكننا الانتقال لمواجهة أو لوضع تصور ما حول مواجهة هذه المنظمات. يجب أولاً أن ننطلق من ثلاث قواعد أساسية من خلال يتم التعرف على ماهية المنظمات ودورها. وهذه القواعد هي أن هذه المنظمات غير الحكومية الدولية أو الإقليمية أو الوطنية في بعض الدول هي إحدى نتائج العولمة التي يشهدها عالمنا المعاصر. القاعدة الثانية أن هذه المنظمات تنفذ برامج وسياسات خارج إطار قواعد التعاون الدولي التي تنظمه نصوص ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا والاتفاقيات الدولية. كما أن والقاعدة الثالثة أن هذه المنظمات وجدت بطريقة ما بالتحايل على قواعد القانون الدولي التي تحظر التدخل في الشؤون الدولية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث أصبحت هذه المنظمات أدوات في لدى بعض الدول للتدخل في شؤون الدول الأخرى. ننتقل إلى حتى يعني نطر الحلول أو الأدوات للمواجهة، يجب أن نبين الوضع القانوني لهذه المنظمات من خلال علاقتها مع الأمم المتحدة وعلاقتها أيضا مع الدول كأفراد للمجتمع الدولي أفراد أو أفراد الأمم المتحدة أو أعضاء الأمم المتحدة. أولاً يعني يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمرجع الدولي الذي يقوم بدراسة ووضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وكل ما يتصل به، كما أن له أن يوجه إلى مثل هذه السياسات والدراسات وكذلك وضع تقارير والتقديم توصيات في أي مسألة من هذه المسائل إلى الجمعية العامة أو إلى أعضاء الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة ذات الشأن. كما له تقديم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها وإعداد مشروعات اتفاقات تعرض على الجمعية العامة على المسائل التي تدخل في ذات اختصاصه، وكذلك الدعوة إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل بذات اختصاصهم وفق القواعد التي تضعها الأمم المتحدة. هناك أيضاً نوع آخر من المنظمات اللي هو يسمى الوكالات الدولية، وهي وكالات تنشأ بمقتضى اتفاق ما بين الحكومات التي تطلع بمقتضى نظامها الأساسي بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وكل ما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين الأمم المتحدة طبعاً وفق أحكام مادة 63. وتسمى هذه الوكالات هي يعني الوكالات المتخصصة. من هنا نجد أن فكرة المنظمات الدولية غير الحكومية هي إما تكميلية في الخصاص المجلس الاقتصادي أو تكميلية لدور الوكالات الدولية. ومن هنا وضح هذه العلاقة مجلس حقوق الإنسان
وعرف هذه المنظمات بأنها منظمات تتمتع بالمركز الاستشاري مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي ليست كيانات حكومية ولا تنشأ بموجب اتفاقيات حكومية. ويبقى الدور أو علاقة ما بين أو دور هذه المنظمات فقط محصور بتقديم الاستشارات، وليس جزء وهو ليس وهي ليس جزء من المنظمات الفرعية للأمم المتحدة. هذا ما نص عنه الفصل 10 من ميثاق الأمم المتحدة. لذلك من هنا نجد أن الوضع القانوني، التأصيل القانوني لوجود هذه المنظمات هي منظمات تفتئت على اختصاصات مجلس حقوق الإنسان والوكالات الدولية المتخصصة. هذه من نقطة من وجهة نظر. ثاني، هناك أيضا طبعا هذا الموقع الاستشاري منحها صفة مراقب في أعمال مجلس حقوق الإنسان، لها أن تقدم وتراقب الأعمال، تراقب، ترفع بيانات خطية، تقوم بمداخلة شفهية، ولكن ليس لها حق التصويت. لذلك بقي أو يبقى الوضع القانوني لهذه المنظمات في إطار المنظمات الاستشارية، بمعنى آخر ليس لها صفة الإلزام أو ليس لها حق احترام بالمعنى القانوني، بالاحترام من باب السيادي أو العلاقة مع الأمم المتحدة. لذلك هناك أيضا نميز بين، يجب أن نميز ما بين أنواع المنظمات غير الحكومية الدولية. هناك نوعان: منظمات تعمل بالشؤون التنمية وتشمل الأهداف على تحقيق رفاهية، تقديم الخدمات للمحتاجين، كذلك خدمات صحية وتقديم المساعدات وتلبية حاجات الفقراء مثل توزيع الأغذية والملابس والأدوية وغيرها من أشكال المساعدات، وخاصة في أوقات الكوارث والأزمات، إلى جانب القيام بأعمال إنمائية ترتكز بصفة رئيسية على تركز أو تستهدف الجماعات الفقيرة، بما يضمن في النهاية تحقيق حد أدنى من التنمية الاقتصادية في الدول والمجتمعات الفقيرة. وهذه منظمات لا تثير أي مخاوف، بالعكس هذه يتم يعني احترامها ودعمها وحمايتها وتمكينها من ممارسة نشاطها. أما الخطر بتصور بعض الدول هو يكمن مثل ما تفضل دكتور هاشم، أوضح أن هناك منظمات رفعت شعار حماية حقوق الإنسان ولكنها في الحقيقة يعني ليس جميعها، لكن هناك من استخدم من هذه المنظمات هذا الشعار لإساءة أو للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، ولا سيما البلدان التي تعاني من نزاعات مسلحة أو التي تشهد حروب أو نزاعات دولية مسلحة. طبعا نزاعات مسلحة نوعين: نزاعات مسلحة داخلية ونزاعات مسلحة دولية أو حروب. ومن هذه المنظمات ما تفضل الدكتور هي منظمة العفو الدولية، الصليب الدولي، الدولي للصليب الأحمر، منظمة Human Rights Watch، منظمة عالمية ضد التعذيب وغيرها من المنظمات الكثيرة التي لعبت دورا كبيرا ويحسب لها هذا للكشف عن التجاوزات والتعسفات التي تمس حقوق الإنسان في العالم، حيث أن هذه المنظمات قامت بوضع تقارير عن تلك التجاوزات الحاصلة ونشرها لأوسع نطاق، كان لها الدور الكبير في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضا في ملاحقة الكثير من مجرمي الحرب، وأيضا الحد من الإفلات من العقاب الذي ساد بفعل عدم قدرة الدول التي تشهد نزاعات من القيام بواجبها أو عدم رغبتها في تحقيق العدالة. وهناك أيضا منظمات أخرى أيضا تحت باب أو بند حقوق الإنسان تبنت الدفاع عن قضايا معينة، مثل القضايا التي تعلق بتلوث البيئة ومكافحة الأمن الأمني، وكذلك قضايا ذات طبيعة خاصة، قضايا المرأة وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا هذا الأمر
يشمل في أوقات السلم وأوقات الحرب على السواء. هذه مثل ما قلنا هذه منظمات دائما هي محل شك وريبي من جانب هذه الحكومات نظرا لما قد يختلف عملها من أهداف سياسية داخلي أو خارجي غير معين، تصل بعض الأحيان إلى حد تهديد الأمن القومي للدول المستهدفة. الطبيعة القانونية للمنظمات غير قانونية أن تتميز بأنها ليس لها شخصية قانونية دولية، بمعنى ليس لها إطار قانوني ضمن يعني جعلها ضمن المنظمات الحكومية أو الدولية كمجلس حقوق الإنسان كغيرها من المنظمات تتبع الأمم المتحدة. الأمر الذي يعطي يعني عدم وجود شخصية قانونية دولية، الأمر يعطي أي دولة عضو في الأمم المتحدة الحق بعدم اعتراف بها وربما منعها أو حظر إنشاء تركيها في أراضيها. كون أن هذه المنظمات بالأصل تنشأ من خلال علاقة عقدية ما بين هذه المنظمات وبين الدول ولا تعمل تحت سلطة أي وسيطرة أي دولة، لذلك نجد أن هذه المنظمات ذات أعضاء دوليين مستقلين ذات سيادة. وهذا ما يشكل الخطر بأنها هذا الاستقلال وهذا يعني عدم خضوعها أو السيطرة عليها يعطيها هامش من التحرك ضد سياسات الدول، وممكن يعني ومن الممكن أن تتطور لإسقاط بعض الحكومات أو بعض الأنظمة. الطبيعة الثانية أو الميزة الثانية أن هذه المنظمات لا تخضع أو عدم وجود قواعد ونصوص قانونية دولية ناظمة لها عملها، ولا يعني لا تحدد طبيعتها القانونية ولا تحدد العلاقات مع الأمم المتحدة أو مع الدول الأعضاء، ولا تحدد حقوقها أو الواجبات الملقاة على عاتقها، مما يجعلها أكثر عرضة للتوظيف السياسي والاستخباراتي أو لأي شكل من أشكال التوظيف. المخاطر التي تأتي من خلال هذه المنظمات تأتي من عدة ملفات، ومنها قضية تمويل المنظمات. هذه المنظمات كما أسلفنا هي منظمات مستقلة تعتمد على التمويل الأجنبي غير الحكومي، ممكن يكون محلي وممكن يكون دولي، وهذا يثير العديد من القضايا والتساؤلات حول الاستقلال الذاتي لهذه المنظمات كما أسلفنا، ومدى قدرتها على إعداد مشروعاتها وبرامجها والقيام بأنشطتها بشكل مستقل عن توجيهات الجهات المانحة، أو إلى أي مدى يمكن بناء شراكات حقيقية متوازنة مع هذه الجهات، وما إذا كان تزايد تدفق التمويل الأجنبي يمثل عامل إيجابياً أم سلبياً في تطور حركة حقوق الإنسان وتأثير ذلك على استقرار الدول المستهدفة وأمنها القومي. الأمر الآخر يمكن أو الخطر الآخر يأتي من الخوف من استغلال أنشطة هذه المنظمات لأهداف سياسية، لا سيما في زمن الصراعات أو النزاعات المسلحة والحروب، حيث يعني تتعرض مؤسسات الدول التي تشهد هذه النزاعات إلى حال من التفكك وضعف الأداء، أو ربما إلى يعني فرض عقد مؤسسات الدولي وعلى سواء على مستوى الأمني على مستوى أداء الحكومة، مما يجعل هذا البلد عرضة للاختراق على يعني في دعم أطراف محددة في هذه النزاعات. أيضا ممكن يعني استغلال هذا الوضع لنصب أطراف على حساب أطراف أخرى، وبالتالي فقدت هذه المنظمات حيادياتها و يعني شفافيته. الأمر الآخر وهو الأخطر استغلال الأنشطة هذه المنظمات لأهداف تجسسية، ويتم ذلك من خلال برامج التعاون الأمني للمنظمات الذي ويوضع بحجة حماية العاملين فيها، وخاصة في البيئات التي تشهد نزاعات مسلحة أو حروب،
ومن المعروف أن هذه المنظمات تعمل على تدريب الموظفين والأفراد أو تتعاقد مع شركات أمنية تأمين سلامة موظفيها، وتخصص هذه المنظمات أيضاً ضباط أمن سابقين إما في مخابرات دولية أو إقليمية للعمل في هذه في هذا الفريق أو يرأس هذا الفريق. كذلك تعمل على توفير المعلومات والتحليلات الأمنية الموثوقة. الخطر يأتي من مشاركة هذه المعلومات مع مكتب مكاتب التنسيق الإقليمي والدولي التي تؤمن المعلومات والتنسيق الأمني. والخطورة أيضا أن هذه المنظمات تستغل مكاتب التنسيق مع الأمم المتحدة للاستفادة من البيانات والأمنية التي تقوم فيها أجهزة الأمم المتحدة، لا سيما في مناطق التي تشهد وجود قوات دولية أو تتدخل فيها الأمم المتحدة بمنظمات الإنسانية أو منظمات الأخرى. آليات التعامل مع هذه المنظمات، طبعا مما أسلفنا نجد أن طبيعة العلاقة بين المنظمات الحكومية المنظمات غير الحكومية الدولية وبين الحكومات هي علاقة يعني تتفاوت حسب الدولة التي تتعامل معها. فالعلاقات المتبادلة بين المنظمات الدولية غير حكومية وحكومات الدول النامية والفقيرة بصفة عامة تقوم على أساس من الشك والريبة وعدم الثقة المتبادلة، وباعتبار تعتبرها أنها مجرد معاول هدنة تستخدمها القوى الكبرى أو الخارجية لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن والسلام الوطني للدول. أما الدول الأخرى وهي الدول الديمقراطية لا ترى في هذه المنظمات أي خطورة، سيما أن الدول الأجنبية أو الغربية الديمقراطية تسمح لهذه المنظمات بطريقة ما أو بدرجة ما الوصول إلى أجهزة صنع القرار من خلال قنوات رسمية أو غير رسمية، ويتيح لها ذلك أن تشارك في رسم السياسات الحكومية أو نقدها أو تطالب بإدخال تغييرات على هذه السياسات. ويعني بمعنى آخر أن الحكومات الغربية تستفيد من هذه المنظمات في الدفع باتجاه التنمية الشاملة واستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد. لذلك يجب أن نميز بين الآليات. أولاً أنا يعني بما أنه لا يوجد هناك قواعد قانونية تضبط عمل هذه المنظمات مع الحكومات، يجب أن يكون هناك آليات قانونية للتعامل معها. فإذا كانت هذه المنظمات بصدد فتح فروع لها في البلاد المستهدفة، يمكن تأطير العلاقة معها وفق مبادئ القانون الوطني بما يتناسب وتحقيق الأهداف التنموية من خلال منح التراخيص وفق الشروط والمعايير الوطنية. كذلك يمكن الرقابة المالية، تفعيل الرقابة المالية على المؤسسات الحكومة أو المؤسسات الموجودة في مناطق النزاع، الرقابة على مصادر التمويل وآلياته وآليات تنفيذ المشاريع وصرف الاعتمادات وتقييم نتائج هذه المشاريع. أما إذا كان الهدف ممارسة النشاطات دون فتح فروع لها في هذه البلاد، إذا كانت أهداف هذه المنظمات ذات أهداف تنموية، يمكن التعاقد معها وفق بروتوكولات شراكة خاصة أو عبر المنظمات الدولية التي ترتبط بها أو معها بعلاقة شراكة، مثلاً كاليونسكو أو غيرها من أو حتى اليوم مثل ما نشوف في سوريا أو في مناطق الصراع في اليمن يتم عبر برنامج الغذاء العالمي. أما إذا كانت العلاقة ذات طبيعة استشارية وهي يعني الصفة الرسمية أو الصفة العامة المتعارف عليها أنه هذه منظمات ذات طبيعة استشارية، يمكن بناء علاقة معها وتقنينها من خلال تنظيم عقود معها على أساس أنها منظمات ذات وضع خاص. أما لمعالجة المخاطر الأمنية يجب تحديد الآليات الأمنية. طبعا هناك تجارب كبيرة بهذه المنظمات وتجارب أيضا للأمم المتحدة وبعثات للسلام أو بعثات أو في مناطق النزاع وضعت جملة من الآليات الأمنية تضمن أولا ضمان
الأمن والاستقرار في المناطق المستهدفة، وأيضا ضمان أمن المنظمات الدولية وفرقة طبعا الدولية والحكومية وغير الحكومية وفرق العاملة في هذه المناطق، من خلال ممكن إنشاء مكاتب خاصة تسمى مكاتب تنسيق الأمني للمنظمات غير الحكومية، أو لجان أو إنشاء لجان تنسيق النشاطات. كذلك يمكن تنسيق يعني تشكيل لجان التنسيق الأمني والعمليات، وإنشاء مكتب سلامة المنظمات غير الحكومية ليقوم بمهمة تقديم معلومات والإشادات الأمنية العادية للمنظمات غير الحكومية من خلال إنذارات الخطر أو تقارير الحوادث، وترتيب وترخيص بيانات الحوادث والتقارير الأسبوعية توزع على المنظمات الحكومية وغير الحكومية والوكالات الأخرى والمانحين والسفارات. كذلك يمكن المشاركة في الاجتماعات الأمنية مع إدارة شؤون السلام والأمن في الأمم المتحدة والقوات الأمنية والسلطات الأمنية في مناطق النزاع. هذه الآليات التي يعني يمكن القول عنها أنها آليات وضعت كبرنامج عمل لتفادي الاختراق الأمني أو الاستخبارات للمناطق الصراع من خلال يعني أو عبر منظمات غير الحكومية الدولية. كذلك الأمر يمكن بناء مشاريع دعم واستقرار أو استعداد أمني للمنظمات غير الحكومية التي تعمل وطنية، طبعا الوطنية التي تعمل في المناطق المحررة، يقدم الدعم الخاص وفي الأمور الأمنية والاستخباراتية، ويكون مركز الإدارة الأمنية لدعم المنظمات غير الحكومية العاملة في هذه المناطق، وكيفية التعامل مع المنظمات غير الحكومية الدولية، وتدريب مستشارين أمنيين، وكذلك تدريب ضباط أمن محليين في المناطق المحررة، وأيضا ضباط ميدانيين إقليميين يقومون بوضع خطة عمل أمني واستخباراتي من خلال جمع المعلومات وتحليلها وتقديم مشورة عن طريق التقارير المنظمة أو المنتظمة والإجازات والتحديثات والإمدادات الأمنية الخاصة، وزيادة الاستعداد الأمني وتقييم الأمن المناطق المشروعات والمكاتب ومساكن المنظمات الحكومية. أيضا هناك كما أسلفنا أن بعض المنظمات تتعمد إلى أو يعني تهدف إلى تغيير منظومة الفكرية في بعض والعقائدية في بعض الدول المستهدفة، وكلنا يعلم حملات التبشير وحملات الفض العلمانية بالإجبار، وكذلك الأمر اليوم كما رأينا أن الحركة النسوية المتطرفة قد استولت على لجنة المرأة في الأمم المتحدة، وزادت من تركيز القرارات والاتفاقيات الدولية والنصوص الدولية للتدخل السافر في الشؤون الداخلية وضرب البنية القانونية والتشريعية في البلاد المستهدفة من خلال يعني شرعنة أو النصوص التي تشرع الشذوذ الجنسي وزواج المثليين أو جندرة بشكل عام، وما تنطوي عليها من تفريعات أو ما ينبثق عنها من تفريعات. لذلك هذه الهجمة أو هذا الثغر يجب وضع آليات فكرية وثقافية لمواجهته، وذلك من خلال التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتمييز ما بين تمييز بين المغالطات وبين المفاهيم الصحيحة، وتحرير المصطلحات القانونية والسياسية والاجتماعية التي دخلت إلى مجتمعاتنا من باب هذه المنظمات أو من خلال عولمة القوانين أو البيئة القانونية أو عولمة الثقافة. فيجب تحرير أو التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتحرير المصطلحات ونبذ المغالطات التي يتم ترويجها في مناطق الصراع، وخاصة المناطق التي تشهد أكثريات إسلامية
وذلك عن خلال يعني طبعا هذا النوع التوعية من خلال منظمات المجتمع المدني الوطني وفق ما ذكرنا وفق مادة القضية العقائد والأخلاق العامة والآداب العامة في كل بلد. أيضا هناك كما أسلفنا أن الدول الديمقراطية تستغل وتستثمر هذه المنظمات لبناء مجتمع متماسك. لا يمنع ومن هذا المنطلق أن نفتح الباب لفتح لإنشاء منظمات مجتمع مدني على أساس على أسس وطنية تعمل مع المنظمات الدولية، أو نحدد علاقة بينها وبين المنظمات الدولية الغير حكومية أو طبعاً الأمم المتحدة يعني تعمل بمجلس حقوق الإنسان أو غيره، حتى المنظمات الإقليمية بما توافق مع مصالح البلاد وما تقتضي التوابث الأساسية، سواء ما قلنا هي موضوع التمايز الحضاري. يعني اليوم في شيء مشترك في الحضارة الإنسانية هذا لا يمكن يعني نتجاوزه، ولكن اليوم حتى أصلاً أزمة الحضارة إن هون إنه نعاني اليوم من حال أو من ثقافة حداثة تقوم على القطيعة مع التاريخ، وهذا يعني جزء من يعني أساس من أسس العولمي. فنحن اليوم كمسلمين كعرب لدينا تاريخ حضاري كبير ساهم في بناء الحضارة العالمية، وهذه الحضارة الحالية هي إحدى نتائج الحضارة الإسلامية في العهود السالفة. وبالتالي يجب يعني فتح الباب أمام مجتمعات المنظمات المجتمع المدني العربية والإسلامية للتعاون مع المنظمات الحكومية أو غير حكومية في بقية دول العالم على أساس المشتركات الإنسانية وعلى قاعدة الخصوصية والتميز الحضاري للأمة العربية والإسلامية. هذا طبعاً أيضاً هناك واجب آخر بوفق هذه الآليات هو فضح الحركات الفكرية والسياسية والثقافية المتطرفة التي استغلت أيضاً مكانة المنظمات غير الحكومية الدولية لفرض قيم أخلاقية شاذة عن الفطرة الإنسانية أو تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية للمجتمعات، حتى لو وضعت ضمن آليات يعني مناهج التعليم سواء في المدارس سواء في الجامعات أو حتى في أماكن العمل أو حتى في يعني ضمن فعاليات النقابات أو منظمات المجتمع المدني. هذا ما يمكن إيجازه بالنسبة لموضوع المنظمات والآليات التي يمكن يعني الحد من خطر هذه المنظمات، ويبقى الأمل معول على شبابنا وعلى يعني خزينتهم التاريخية والحضارية للتصدي لهذه المهمة. حياكم الله. الله يحييك أستاذ عبد الناصر حوشان وجزاك الله خير، نشكرك على كل ما قدمته في محورك آليات مواجهة عمل تلك المنظمات الدولية غير الحكومية. صراحة أثريتنا واستفدنا منك ونورتنا صراحة باللقاء. وننتقل إلى المحور، جزاك الله خير يا أستاذ. ننتقل إلى المحور الثالث والأخير مع الدكتور غسان عبد القادر حول مصداقية المنظمات الحقوقية في عملها. تفضل أستاذ غسان، دكتور غسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم جميعا، تحياتنا لأكاديمية الرواد للمبادرات المميزة اللي عم تخدها وتفعل يعني التواصل والنقاش والإضاءة على بعض الجوانب الهامة والحيوية بالنسبة للمجتمعات العربية والإسلامية. يعني أنا سبق وكمان يعني بس أحكي شوي أنه اشتغلنا مع أكاديمية الرواد ضمن المنظمات
الدوليه وضمن المنظمات الحكوميه، وكان عندنا محاور يعني اكاديميه اكثر، واخذنا حالات عمليه. نحن هلا يعني اخذت منا ساعات من التدريس والشرح والعمل، ولكن يعني المداخله اليوم خصوصا انه يعني الاخوه الكرام اللي سبقوني بالكلام يعني احاطوا بجوانب واسعه جدا، فمنعا للتكرار رح ركز دغري على موضوع الانتقادات البارزه لعمل المنظمات الدوليه غير الحكوميه، وبالتحديد موضوع المصداقيه اللي يمكن تفتقدها بجوانب كثيره. فيعني على سبيل المثال للحصر، اذا اخذنا نحن هيومن رايتس واتش، هيومن رايتس واتش اللي هي معروفه انه مرجع اساسي بمجال حقوق الإنسان، وترتكز عليها كثير من الجهات الحكومية وربما مجلس الأمن وكذلك المنظمات الإقليمية باتخاذ قراراتها اللي ممكن تكون ملزمة لجهات كثيرة. في عندها مسألة المصداقية والشفافية يعني تطرح دائما وبالعنوان العريض. فهناك الكثير من الجدل أثير حول الشفافية والمصداقية داخل المنظمات الدولية غير الحكومية، وهون يفترض بعض الباحثين والمهتمين بقطاع المنظمات غير الحكومية أن العلاقة العدائية التي تميز في كثير من الأحيان المنظمات بالدول قد تكون دافعا للمنظمات من أجل إخفاء وربما تعديل بعض المعلومات لصالح هذه المنظمات أو لصالح الدول في حال الدول سهلت عمل هذه المنظمات، وبالتالي قد تكون هذه المنظمات هي أقل شفافية إزاء بعض القضايا المتعلقة بها مثل طرق حصولها على المعلومات أو غير ذلك. فهذا الشكل من المنظمات عرف السنوات الأخيرة أزمة من حيث الشفافية والمصداقية التي طرحت عدة سؤالات حول ما قد يدور بمصداقية هذه المنظمة، وبالتالي هناك بات هناك يعني استحداث على يعني داخل إذا جاز التعبير ما يسمى المجتمع المدني أو مجتمع المنظمات الحكومية للتأكد وللبت بموضوع ما نسميه الانتجريتي أو يعني مصداقية هذه المنظمات وبالتحديد مصداقية تقاريرها. ومن هون يعني طرح موضوع المصداقية يكون من خلال مصادر الحصول على المعلومات لهذه المنظمة، وذلك بحسب نوع النشاط الذي تمارسه. فبالنسبة للمنظمات الناشطة مثلا في حقوق الإنسان أو في حقوق الصحة أو البيئة أو ما شابه، يمكن أن نلخص أهم مصادر حصول على المعلومات اللي هي ممكن تكون من مجلس تنسيق منظمات دولية غير حكومية، من وكالات غير حكومية، معلومات حول التشريع الدولي، علاقات عامة، وسائل أخبار، وكالات تمويل، الفئات المستهدفة، ويعني اللي هي targeted إذا بدك الأودينس. وفي هذا الإطار عم تشهد كثير من المنظمات لأنه عملية يعني طرح أن موضوع المصداقية هي بسبب الشفافية، عشان هيك على طول بدنا ننتبه أنه يجب أن يكون هناك ربط دائم بين فقدان الشفافية والمصداقية، وبالتالي فقدان المصداقية بطبيعة الحال. فهناك أزمة شفافية على مستوى إدارة المعلومات، وهذا ما يضع هذه المنظمات في قفص الاتهام حول مصداقيتها، خاصة في كيفية التعامل مع المعلومات التي تحصل عليها، إضافة أنها مضطرة إلى حجب، انتبهوا حركز على عبارة مضطرة، إلى حجب المعلومات والحقيقة عن الناس أحياناً وعن الدول كذلك من أجل حماية نفسها ومن ردة فعل الحكومات، فهي قد تلجأ إلى ذلك إلى حماية نفسها وبقاء عملها في تلك الدول. فيعني كمان ما بدنا ننظر لموضوع فقدان المصداقية أو الشفافية بمكان سلبي، لأنه يمكن ممكن هذه المنظمات تطلع على يعني وهيدي صايرة، وإذا بناخذ نحن أنا عم بحكيكم من بيروت وعندي يعني معلومات خاصة عما يحصل داخل الأراضي السورية الخاضعة على حكم النظام السوري، أكيد وعندي تواصل مع المنظمات التي تتخذ من بيروت يعني مقارا لها وتنشط في الأراضي السورية التابعة للنظام، وفي عندهم معلومات مفصلة حول انتهاك النظام لحقوق الإنسان بكثافة، يعني في عنا شهود عيان
في عندنا كمان سوء استخدام للموارد الذي يتم توزيعها على الناس المحتاجين هناك. ومع ذلك لا تجرؤ هذه المنظمات كما روى ذلك لعدد من المسؤولين والناشطين في أوساطها على ذكر ذلك في تقاريرها التي ترفعها إلى الجهات الممولة والتي قد ترتبط أحيانا بجهات حكومية غربية. لماذا؟ يعني بكل بساطة صدور أي تقرير ينتقد الحكومات أو الأنظمة الحاكمة من شأنه بشكل أوتوماتيكي أن يوقف عمل هذه المنظمات داخل هذه الدول. وبالتالي إذا جئنا يعني نفكر بطريقة براغماتية إذا جاز التعبير، فإن المتضرر الأساسي سيكون عملياً الناس الذين كانوا يتلقون المساعدة. تماماً. وبالتالي من هنا كذلك يجب أن نقر أن هذه المنظمات بحكم تكوينها لا تعرف مبدأ السرية، لأن قواعد العمل بها تقوم على أساس الشفافية. لذلك تخشى بعض الحكومات من السماح لهذه المنظمات في الوصول كذلك للمعلومات الحساسة والتي تعتبرها الدول خطاً أحمر بالنسبة للمنظمات غير حكومية، ولا سيما أنها لا تتمتع بمبدأ السرية. ولكن ما يحصل هو أن الأنظمة السياسية، وليس دفاعاً عن المنظمات الحكومية، تقوم بالضغط على هذه المنظمات يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تهديدها بشكل من الأشكال. كمان يعني إذا كمان عدنا لموضوع المصداقية، أين يجب أن تتمتع هذه المنظمات بالمصداقية المطلوبة؟ فيعني إذا ركزنا على موضوع المصداقية، أي يجب أن يكون لدينا هناك تطابق بين ما تدعيه هذه المنظمات وبين ما تقوم به على أرض الواقع، وهذا شق أساسي جدا. فعندما نقول أنها على سبيل المثال الحصر تعمل على تعزيز وعلى تمكين تنقول الأطفال، تمكين المرأة، تعزيز يعني التنمية البشرية إلى آخره، فإذا جئنا نحن لنقوم بتقييم لهذا الأداء أو لهذا العمل التابع لهذه المنظمة هنا أو هناك، يجب أن يتطابق المخرج أو الأوتكم مع ما نص عليه الوثيقة الأساسية إذا جاز التعبير، أو ربما الأهداف التي ذكرت في بداية هذا المشروع. وهنا تتبين مصداقية هذه المنظمات من عدم مصداقيتها. وسأعرج هنا كذلك على مقال بالغ الأهمية كتبه، إذا كنتم تعرفون ربما الاسم، هو جوزيف ناي، هو صاحب الكتاب الأشهر Soft Power، اللي هو يعني هو من طرح نظرية القوة الناعمة على مستوى العالم، وتم تبنيها في من العديد من السياسات الأمريكية مؤخرا. يقول جوزيف ناي ويعترف أن في عصر المعلومات هناك بطبيعة الحال دور متنامي للمنظمات غير الحكومية على مصلحة الأحداث العالم، ولا يمكن أن نقول بأن هذا الأمر جديد، ولكن تقنية الاتصال زادت من دراماتيكية في مقياس وأعداد المنظمات غير الحكومية بطبيعة الحال. هل تسمعون إخوان؟ أخوان هل تسمعوني؟ أهلاً نعم، لأنه صراحة لأنه قطعت الكهرباء، فبس بدي أتأكد أنه أنتم بعد من عصر. تمام دكتور، تفضل. نعم. طيب، لكن نعود إلى المقال الذي نشره جوزيف ناي. وبقر شيء أنه بعض هذه المنظمات تمتلك سمعة ومصداقية تعطيها قوة لينة أو ما يسميه soft power، مؤثرة محليا وعالميا، وقد يفتقر بعضها الآخر إلى المصداقية، بل أن هذه المنظمات تعمل على تأثير على الطبقة المعتدلة من العامة الشعب، أوكي، وتعمل على ربما تحريك المظاهرات التي تتطلب انتباه الحكومات سواء من أجل الخير أو من أجل الشر.
مع العلم يعني أن الولايات المتحدة بمكان ما حصلت مواجهات بينها وبين عدد من هذه المنظمات غير الحكومية، وبالمقابل قامت الولايات المتحدة بإنشاء شبكة أو استعمال شبكة لهذه المنظمات غير الحكومية الموجودة أصلا كذلك لتنفيذ سياساتها. وبالتالي تمتلك المنظمات غير الحكومية المنظمات الشبكية المصادر وهو واضحة وهي لا تتردد باستخدامها. طيب هنا كمان نعود لموضوع المصداقية ونطرح السؤال التالي الذي يطرحه جوزيف نايك: هل تجعل المنظمات غير الحكومية السياسة في العالم أكثر ديمقراطية؟ يعني هل هذا هو الهدف؟ هل وهنا تبرز مصداقيتها؟ ربما ليس بالطريقة التقليدية يمكن أن تفهم بها هذه الكلمة. الكثير منها محصور في النخبة، محدود بعدد قليل من الأعضاء، وبعده يتصرف بلا إحساس ومسؤولية وبلا مصداقية على حد تعبير جوزيف نايك. ومع ذلك فإنها تخضع لأجندات خاصة تؤثر فيها بكثير من الأحيان مصالح المانحين وأجنداتهم الخاصة. ونعود أيضا إلى تقرير آخر عن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وهل هي غايتها معلنة أم هي تخضع لعملية أو آفة التسييس إذا جاز التعبير. فيعني سبق للزميلان يعني الكريمان أن طرحا موضوع التدخل أو الاعتداء إذا جاز التعبير على سيادة الدول القائمة، ولن أعيد وأطيل في هذا الموضوع، ولكن هناك عوامل متداخلة ساهمت في زيادة هذا التدخل وكذلك طرحت مصداقية العالية. وبالتالي أولا يجب التنبه أن ما تتمتع به هذه المنظمات غير الحكومية من صفات وخصائص ذاتية تتمثل في العمل الطوعي، والتمتع مع ضرورة التمتع بمصداقية عالية لدى جانب كبير من قطاعات الرأي العام. إذن موضوع الرأي العام يؤثر في عمل هذه المنظمة، لأنها من خلال وجود مصداقية أو ضعف المصداقية تستطيع أن تجذب أو تؤثر أكثر أو أقل. وبالتالي يتحول موضوع المصداقية المرتبطة كما ذكرنا بموضوع الشفافية إلى مؤشر أو كريتيريا أو يعني أو معيار يقوم على أساسه بتقييم هذه المنظمة. وإذا يعني أردنا أن نقدم يعني جملة من ربما التوصيات لتعزيز هذه المصداقية لدى المنظمات غير الحكومية، فإننا يجب أولا أن نقر أن أغلب الانتقادات البارزة لهذه المنظمات غير الحكومية هي التشكيك والمبرر أحيانا من ضعف أو انعدام الوثائق أو الأدلة القاطعة لوجود انتهاكات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان أو لوضع اجتماعي من هنا أو هناك. كما أيضا هناك إشكالية أخرى يعني تقود مرجع المصداقية والشفافية، هي إشكالية مصدر التمويل لهذه المنظمات، لأنه عامل حاسم في تحديد أجندة عملها مسبقا في حال تبعيتها لجهة ما، أو قد تتحول من منظمة مستقلة فعليا بفضل التمويل الذاتي لها، وكذلك الاشتراكات المتأتية من منخرطيها المخلصين مع تطور طرق الدفع الإلكترونية البعيدة عن الرقابة الاستخباراتية. أضف إلى ذلك أن هذه التقارير يعني قد تؤجج من استقرار الأوضاع العامة والتي موجودة في عدد من الدول العربية والإسلامية، وقد يكون هناك يعني من يقوم باستغلالها للدعوة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتي قد تستغل التدخل في الشؤون الدولية كما سبق وأسلفنا. كما أيضا هناك مسألة أحجام انتقاد حقوق الإنسان في الدول الديمقراطية أو الغنية في بعض الأحيان، وهذا ما يطرح كمان يعني موضوع المصداقية أو الثقة في هذه المنظمات. ومن هنا يعني باتت مؤخرا هذه المنظمات تعمل بشكل منهجي أو ربما بمكان ما مصطنع إلى وضع التقارير تنشر بالتوازي بين عدد من الدول التي تعرف بخصومتها السياسية
وذلك من أجل إظهار نفسها أي هذه المنظمات غير الحكومية بمظهر المحايد وبالتالي الجدير بالثقة وذات المصداقية العالية. وصحيح أن مسألة التمويل لها يلعب دور هامة في قدرتها على مجابهة سيطرة تلك الدول بواسطة آلية التقارير، لذا من الضروري البحث عن سبل أخرى للتمويل، وضع أنظمة داخلية تعزز استقلاليتها من مقرات نشاطها، كما أنه لا ينبغي على هذه المعوقات أن تشكل مانعاً في مواصلة نشاطها من أجل الوصول إلى مرحلة النضوج المقبولة بسبب ربما حداثة نسبية لعمل هذه المنظمات. وبالتالي لم تعد، يجب أن نقر هنا أنه لم تعد الدولة الوطنية تبسط كل سيادتها على الداخل عند تنظيم وظائفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك لتعدد اللاعبين الداخليين والدوليين الحكوميين وغير الحكوميين. وبالتالي يجب أن نقول أنه ونخرج ببعض التوصيات التي تضمن من ناحية مصداقية العمل والشفافية في موازاة ذلك. أولا يعني يجب على الدول أن تبادر في هذا الإطار. أولا يجب أن تضع نصوصا قانونية تنظم طرق ممارسة المنظمات الدولية غير الحكومية لنشاطها فوق إقليم أو أراضي هذه الدولة، ومنعها من أي عمل يمثل تهديدا مباشرا لسيادة الدولة ما عدا حالات المنصوص عليها بالقانون الدولي الإنساني، أي موضوع الإبادة وربما يعني المجازر وكل ما يتعلق بالحفاظ على الحياة الإنسانية. هذا واحد. ثانيا على المنظمات غير الحكومية أن تنتهج أسلوبا يضمن شفافية مصادر معلوماتها، أي عليها أن تفصح عن معلوماتها ربما من خلال تسجيلات فيديو، ربما من خلال تسجيلات صوتية، ربما من خلال عدة أساليب وعدة أدلة تثبت صحة معلوماتها. ثالثا كذلك على المنظمات غير الحكومية أن تبرز يعني شفافية هائلة في مصادر حصولها على التمويل، لأن ذلك أيضا سيعزز بطبيعة الحال الثقة بها وسيمنعها من أو سيمنع ربما من يتهمها بعدم المصداقية أو فقدان الشفافية أو اتباع أجندة معينة، سيمنعه من قول ذلك أو الإشارة بإصبع الاتهام لهذه المنظمات الحكومية. رابعا ربما على هذه المنظمات الحكومية أن تشرك أطرافا خارج عن إطارها التنظيمي، يعني في وقت هي تنادي أن بمشاركة في القرار السياسي للدولة، فربما عليها أن تكون أيضاً تتمتع بديمقراطية معينة متقدمة وتطبق هذا المثال عليها، وتسمح يعني لجهات أخرى حكومية وغير حكومية أو شعبية أن تشارك في الرقابة على مصادر معلوماتها وعلى مصادر تمويلها في آن. كما يعني متى، وهنا النقطة الأخيرة، على هذه المنظمات غير الحكومية أن تظهر يعني كمان أنها ترى بمنظار واحد جميع الأحداث أو الحالات أو القضايا التي تحصل حول العالم، لأن ذلك أيضا يرفع من مصداقيتها ويبعد عنها اتهامات بالتحيز ربما لمجتمع ما أو لبلد ما أو لكيان ما ضد كيانات أخرى أو مجتمعات أخرى أو على حساب أطراف أخرى. من هنا يعني أنا أرى أن المنظمات غير الحكومية أمام تحد كبير جدا، أن المنظمات غير الحكومية التي نشأت أصلا لزيادة ربما منسوب المشاركة الإنسانية والمجتمعية في القرار السياسي ولرفع التنمية البشرية ولتعزيز الشفافية والرقابة والمحاسبة، باتت هي مطالبة أيضا بتطبيق
كل هذه المبادئ على ذاتها كمؤسسات وكإدارات، خصوصا أنها يعني تكتسب بعد قدرة عالية، ومن أجل الحفاظ على هذه القدرة، من أجل الحفاظ على هذه النشاط، ومن أجل الحفاظ على هذه القوة، عليها أن تبرز مصداقيتها والثقة في أمورها. أنا يعني أنا ختمت المداخلة، إذا بتحبوا تفتحوا باب الأسئلة أنا جاهز. شكرا دكتور على ما قدمته، وصراحه اثرتنا كبقيه الدكاتره كبقيه اساتذه في المحور الثالث مصداقيه المنظمات الحقوقيه في عملنا. نفتح باب الاسئله، يفضل نفتح باب الاسئله على يعني على كل محور. نبدأ مثلاً بالمحور الثالث، مصداقية المنظمات الحقوقية. الأخوان اللي عندهم أسئلة تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً نشكر المحاضرين على هذه المعلومات القيمة التي تسطر بماء من ذهب، على هذه المعلومات الغنية، ونذكر المشاركين والمشاركين والمشاركات معنا في هذه الندوة الحقوقية. طبعا كل من يود ان يوجه اي استفسار لكل من المحاضرين اما ان يرفع يده على الشاشة او فليكتب كتابه. حياكم الله. دكتور غسان عبد القادر الله يكرمك ويبارك فيك، اذا مضطر على الخروج توكل على الله. الله يكرمك. شكرا شكرا، السلام عليكم اجمعين. حياكم الله دكتور. طبعا اللي بيحب يسال يتفضل يا اخوي. الله يكرمك ويبارك فيكم. في الدكتور عبد الجواد رفع ايده من بدايه اللقاء، ولكن سبحان الله كاني تفضل اخي. الله يكرمك. زكريا بعد اخي زكريا تفضل. انا والله عندي سؤال. تفضل اخي ناصر. يا ريت تفضل. نعم، موجه للدكتور هاشم. الدكتور هاشم معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تكلمت على يعني موضوع مهم مع المنظمات الدوليه، هو المعايير. بعض المنظمات مرات تتدخل، او الاغلب تتدخل بالدول بحجه تطبيق العداله والقانون والمحافظه على حقوق الانسان، لكن يعني ندخل معاها بمعركه معركة معايير. يعني اليوم مثلا الكويت دخل عندنا السفارة الأمريكية مثلا تطبق مثلا قانون المثلية. أغلب الشعب عندنا يرفض القانون هذا، يعني وفيها هيجان المجتمع وشراسة خصوصا ضد القانون هذا، لكن نشوفهم مثلا يطبقون أو يعني يتواصلون مع النواب، يضغطون على الحكومة أن أعطوا مساحة للمثلين. طيب إحنا شلون نحل المشكلة هذه معاهم؟ قد نتفق معاهم على حقوق عامة وندخل معاهم بجدال المعايير. حياكم الله دكتور. الأمر بالنسبة للتدخل والضغط المباشر من قبل أمثال هذه الجهات أو من قبل الضغط الدولي، لأن احنا مثل ما أشرنا الآن يوجد نوع تشبيك ونوع تفريخ أيضا في إطار المجتمع، فالتشريك هذا والتشبيك يأتي من الجهات العليا، وبالتالي لابد أن يكون للدولة موقف واضح جدا في تشريعاتها وفي سياستها في التعامل مع هذه المنظمات وفقا لوضع رؤية معينة في كيفية مباشرة العمل. فبالتالي لابد من وجود قانون يضبط كيفية تعامل هذه المنظمات في إطار العمل الإنساني، وكذلك في إطار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وخصوصا في إطار القانون الداخلي. فيمكن أن يتم وضع سياسة محددة لبيان المرجعية الفكرية للدولة في أثناء، بمعنى أن الدولة أنا أسمح لكم في حدود مثلا التعامل الإنساني
في 1 2 3 4 5 أسمح لكم في حدود معينة، أسمح لكم تحت رقابة موجودة، لأن نحن نتكلم عن ثقافة مرجعية، نتكلم عن هوية، نتكلم عن واقع يحاولون تجذيره ويحاولون إنهاءه عن طريق هذا الأمر. فبالتالي الدول رغم كل الصعوبات إلا أنه لابد أن نستحضر أن الغرب الفكر الغربي أنه يحترم الشخصية التي تثبت وجودها. فإذا ما أثبتت الدول وجودها بمواقف واضحة وبينة عن طريق سياسات وتشريعات قانونية تضبط عمل تلك المنظمات وبمراقبة لما يتم نشره من خلال برامجها، يعني ستتشعب الأمور وسيضيع الوضع. وبالتالي نحن هنا قدمنا برسائل، مثلا على سبيل المثال في ظل المجتمع اليمني على وجه الخصوص، قدمنا برسائل بعد أن رأينا بعض المواقف والانتهاكات. يعني مجتمع يعيش حالة فقر ويعيش حالة تشتت ويعيش حالة انهيار ويعيش حالة ضعف بشكل لا يوصف، ومع هذا نجد أن هناك من المنظمات الدولية غير الحكومية تقوم بدعم بعض المشاريع في إطار ما يسمى بالترفيه النفسي، يعني تقوم ببناء مسارح من أجل الأغاني والتدريب على الموسيقى. فهذا وجه من أوجه اللامبالاة بالواقع. وبالتالي الدولة هي المفصل في مثل هذه التصرفات، وسياستها أيضا الداخلية لابد أن تبرز في كيفية التعامل مع هذه البرامج المنظماتية. ومثل ما أشرنا، عندما تقف الدولة بقوة ضد هذه المشاريع لابد عليها قطعا، لأنها مثل ما أشار الدكتور عبد الناصر ومثل ما أشار الدكتور أيضا غسان من أن آلية عمل هذه المنظمات يغطى بالغطاء الإنساني. فمسألة أنني سأجاريك في إطار الغطاء الإنساني، لكن هناك فيه حدود معينة لتطبيق هذا الغطاء، لأننا لو تركنا هذا المجال سيؤدي إلى التجذير وسيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. وبالتالي لابد من وجود مخطط أو وجود سياسة رقابة مركزية من الدولة في التعامل مع مثل هذه الأمور، والله أعلم. طيب دكتور، هل في ضمانات مثلا للدول ان لا يمكن الضغط عليها، او ان الدولة تمارس عملية الضغط على دول اخرى عشان تمرر افكارها مثلا بشتى انواع الافكار، سواء كانت دينية غير دينية؟ يعني في ضمانات مثلا الدولة تحط يعني المحكمة الدولية مثلا او شيء كذي؟ يعني مثلا اليوم نشوف مثلا اخواننا في افغانستان يبي يطبقون الشريعة، الشعب شبه إجماع عندهم على تطبيق الشريعة، لكن اليوم شوف تصريحات مثلا من بريطانيا أو من أمريكا أو إن لن نسمح مثل هذا. طيب إنه الشعب 90% أو أكثر يبي يطبق الشريعة، ونشوف من هذه الدول الكبرى هذه التصاريح. طيب الشعب الأفغاني شو يسوي؟ وين يروح؟ هذه هي أستاذي العزيز الإشكالية هنا، هو أنت لن تستطيع أن تضغط على مثل هذه المنظمات لأنها تؤدي ما يسمى بالحق الإنساني، وبالتالي أنت أين وسيلتك للوقوف ضدها؟ هو أيضاً التعلق بمسألة تطبيق حقوق الإنسان، بمعنى أن الدولة تستخدم الأسلوب العكسي من نفس المنطلق. فتأتي تلك الدولة وتقول أنا سأطبق حقوق الإنسان من منطلق واقعي، يعني أنا أعلم بكيفية التعامل مع الشعب، بكيفية مرجعيتهم، خلفيتهم الفكرية، جانبهم. وبالتالي يمكن في هذه الحالة أن تأتي المنظمات غير الحكومية وتساندك في هذا المبدأ، كأنها تسعى إلى تطبيق ما تسعى أو ما ترجوه. ولكن المدخل الأساسي أن الجميع يرجعون بعد ذلك إلى مسألة التستر بستار مسألة حقوق الإنسان في حد ذاته. أما بالنسبة للضمانات الدولية يا أستاذنا، فنحن نعيش في مجتمع دولي يعيش فكر استعماري شئنا ما بين تحت ما يسمى بمنظمة الأمم المتحدة، وبالتالي لا نحاول أن نأتي بضمانات أقرب إلى أن تكون وهمية. والأصل في ذلك أن تكون الشعوب على دراية، يعني على متسع، هذا شأن داخل، وبالتالي لابد أن تلتزم تلك المنظمات بهذا الحد وبهذه المرجعية، وعلى الدولة في حد ذاتها أن تثبت. وكلما كانت الدولة ذات ثقل في السيادة، سواء كانت السيادة الداخلية أو في الاعترافها القانوني على المستوى العالمي، كلما كان لها صوت فعال على المستوى الدولي، وكذلك ضمانتها من علاقاتها الدولية مع بقية الدول.
فبالتالي المرجعية الأساسية في كيفية التعامل مع هذه المنظمات بوضع البرامج القانونية والمراقبة الذاتية لكيفية تنفيذ برامجها، وكذلك بالاستغناء عن مسألة تطبيق جانب حقوق الإنسان وإظهار فعليا جدية الدولة للسعي في هذا البرنامج. لكن يبقى مع هذا وذاك أن الفكر لمسألة حقوق الإنسان هو عبارة عن نطاق واسع فضفاض جدا، وبالتالي تمرر خلف هذه أو تحت هذا الفكر كل ما يمكن أن يتدخل في إطار الشؤون الداخلية أو غيرها، ولكن يبقى فيه خط عودة أو خط رجعة للوقوف ضد هذا التيار المخيف من قبل هذه المنظمات. نقدر نلخصها دكتور، نقول الضمان الوحيد يعني هو وعي الشعب وقوة الدولة من حيث الموارد وقوتنا العسكرية وقوتنا الاقتصادية قطعاً أستاذ، قطعاً هذا لا إشكال فيه، لكن هذا إذا كان المقابل هو دول أو كان المقابل جهة يمكن أن تظهر بمظهر دولة، فالدولة تقابل دولة. لكن الإشكالية نحن نتعامل مع كيانات يعني متسترة بستار الجانب الإنساني، وفي الواقع هي مشبكة مع جهات ومع جوانب دولية كبرى. ففي المقابل قوة الدولة فعليا هو ثقلها يبرز في إطار سيادتها وفي إطار مواقفها الدولية، هذا لا غبار عليه، ولكن ابتداء في كيفية التأثير المباشر على المنظمة في إطار حدود الدولة في حد ذاتها، مش معقول أنني سأقوم بالضغط على هذه المنظمة بالجانب العسكري أو الضغط عليها بجانب، لكن بإمكان الاستغناء عن هذه المنظمة في إطار ما أستطيع أنا كدولة في تقديمه. وبالتالي مسألة التذرع بالجانب الإنساني هي الفجوة الكبرى. ومع هذا لا يفهم أحد من هذا الكلام أننا نصدر هذه المنظمات في قائمة في القائمة السوداء، بمعنى أن نحن لا ننسب إليها أي جانب إنساني، لا، ليس هذا المقصد، وإنما المقصد وجود توازن من غير إفراط ولا تفريط، ولكن عدم تسليط الضوء على النقاط والثغرات المهمة في هذا الجانب والذي نراه اليوم أمامنا ظاهراً، هذا هو وجه الخطر، وهذا هو وجه النقطة المهمة التي يجب أن نقف أمامها كأكاديميين وكقانونيين وكحريصين على شعوبنا وعلى أمتنا الأمة الإسلامية والعربية على وجه الخصوص. أستاذ عبد الناصر تفضل. ما تفضل فيه الدكتور هاشم. طبعا بسياق إيجابي على السؤال اللي طرح، هذه المنظمات وسائل الضغط تبعتها هي انها تضغط على المنظمات الدوليه الرسميه، يعني تضغط على الامم المتحده بكل هيئاتها، مثلا على مجلس حقوق الانسان، على مجلس الامن، على كل المجال، على كل الهيئات الدوليه. لكن حتى نحصن الدول حتى تحصن نفسها، هناك ضمانات موجوده في ميثاق الامم المتحده. المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تنص على ثلاث مبادئ أساسية، اللي هي أن الدول الأعضاء تتمتع بالمساواة على قدر المساواة بين الدول، كان صغيرة وكان كبيرة، قدر المساواة بين الدول في الحقوق والواجبات. ثانيا احترام السيادة الوطنية، هذا مبدأ ثاني من مبادئ الأمم المتحدة. المبدأ الأهم هو احترام الاستقلال السياسي، وتحت الاستقلال السياسي بند التشريع، يعني ظاهر الاستقلال السياسي هو حرية التشريع الوطني. اليوم أي منظمة مهما كانت كبيرة أو صغيرة تحاول الضغط على الدول الإسلامية تغيير بنية التشريع بما يتنافى، طبعاً إحنا الدساتير العربية والإسلامية أغلبها تأخذ بالمواد الأساسية أنه الفقه الإسلامي أو الدين أو الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، فبالتالي هذا المبدأ الدستوري هو موجود في الدستور من قبيل أنه من أعمال السيادة الوطنية، أعمال الاستقلال السياسي. فبالتالي لا يجوز لا لدولة عضو بها الأمم المتحدة ولا منظمات الأمم المتحدة ولا المنظمات غير الحكومية التدخل في الشأن الداخلي من خلال الضغط على الحكومات، يعني هذا انتقاص للاستقلال السياسي اصلا. بالتالي الضمانات القانونيه الدوليه موجوده، ممكن ابطال يعني مفاعيل الضغط الدولي اللي
تحدثه هذه المنظمات من خلال العودة إلى الولايات المتحدة والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. وأيضا هناك أيضا في اتفاقيات في اتفاقية فيينا الاتفاقية الدولية التي تضمن حق الاعتراض وحق الرفض وحق التحفظ وكثير من الحقوق على كثير من الاتفاقيات الدولية سواء كانت ثنائية سواء كانت دولية. فهذا موضوع العولمة بالقوة أو بنتيجة الضغط السياسي أو الحقوقي مظهر مثل ما استفنا هي مظهر المظاهر العولمة، لكن يمكن يعني ضبطه من خلال العودة إلى ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية. حياكم الله أستاذ عبد الناصر. في الأخ زكريا كان بوده يسأل سؤال، تفضل أخي زكريا. الله يكرمك ويبارك فيك. أخي زكريا عم تسمعنا؟ الله يكرمك. أستاذ عبد الناصر الله يكرمك ويبارك فيك، هل يمكن تطبيق مقولة طبعاً على المنظمات الدولية غير حكومية كلمة حق يراد بها باطل بدواعي حقوق الإنسان والكشف عن الانتهاكات يتم بس برامج مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية؟ احنا أعتقد مداخلتنا فرقنا ما بين نوعين المنظمات. منظمات تنموية هذا في مشكلة فيها، بالعكس كانت تساعد الدول الكبيرة يعني فقيرة أو بطور يعني النمو، وهذا أمر يعني يحسب. احنا نتكلم حتى منظمات حقوق الإنسان التي تعمل أصلا على رصد انتهاكات حقوق الإنسان، أصلا هي يعني مهمتها الأساسية البحث ورصد عن انتهاكات حقوق الإنسان فقط أو انتهاك الاتفاقيات الدولية. أما التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان يعني بمعنى آخر التوغل يعني بالبحث في والله طريقة التشريع، أسلوب التشريع، أسلوب نظام الحكم، النظام البرلماني، النظام الديمقراطي، هذا يتعدى أو هذا تعدي سافر لعمل هذه المنظمات. فبالتالي اليوم هناك منظمات تعمل على رصد حقوق الإنسان ونحن نتعامل معها أثبت جدارتها، وإحنا يعني ندين إلى بالاحترام والعرفان لأنه ساعدتنا في كثير من القضايا في توثيق وعفواً يعني وإيصال صوتنا كسوريين كضحايا لجرائم الحرب وجرائم الإنسانية في سوريا التي ارتكبها النظام وحلفاء الروس. ولذلك اليوم إحنا لازم نفرق بين المنظمات التي تعمل على رصد وتحسين حال حقوق الإنسان وبين المنظمات اللي تعمل على هدم البنى الاجتماعي والتشريعي في البلدان المستقبلة. هذيك الأولى يجب احترامها والتفاعل معها والتعاون معها على أساس احترام السيادة واحترام الاتفاقيات. أما الثاني يجب محاربتها لأنها تؤدي إلى هدم المجتمعات وأيضا هدم الدول والحكومات. أخي زكريا تفضل. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أسمعكم لكن الميكروفون كان مسكر، عذرا. تحية لأكاديمية الرواد وللأستاذ زميل عبد الناصر والدكتور هاشم والدكتور غسان، والمواضيع اللي طرحتوها مواضيع مهمة كتير ونحن عم نعاني منها وخاصة في الداخل السوري. الواقع أنه أنا شاهدت أمور مناقضة لبعضها في عمل المنظمات. هو كما في عنا منظمات تعمل بشكل شفاف بشكل جيد إلى نتائج يعني على الأرض نتائج جيدة من المنظمات سواء الحكومية أو غير الحكومية. صوتي مسموع ما هيك؟ نعم. ومقابل هالشيء تشوهت يعني هالمنظمات، صار كتير من الجهات في الداخل بتعرفوا بظل النزاعات
البعض يفسر الحرية أنه بتحكي أي شيء بدون تثبت وبدون أي مرجعية، فكثير من المنظمات التي تعمل بشفافية وبشكل جيد لكن شوهت، وحتى في البعض منهم صار عليها تهجم كبير، ولكن هي في الواقع عاملة بشكل جيد. بالطرف الآخر في عنا بعض المنظمات اللي ظاهرتها شفاف، ظاهرتها أمورها جيدة، مواضيعها واضحة ملتزمة، لكن بالواقع عليها كتير إشارات استفهام، إما من جهة استخباراتية ومن جهة الفساد والفوضى اللي عم تعم عناصرها، وش ومثل ما بنعرف بعض الأمور الشلالية أو المحسوبيات المنتشرة في عدا الفساد والعلاقات الاستخباراتية المشبوعة. فهون يعني في كتير في الداخل في يعني نوع من الاضطراب، انه مين هي، يعني هو هون السؤال، الجهة الرسمية او الجهة المقبولة بظل هالفوضى بمناطق النزاع هي اللي مخولة انه تراقب عمل المنظمات وترصد اعمالها في الداخل السوري، انا عم بحكي بشكل خاص يعني كمثال، وممكن بالتالي محاسبتها او ايقافها عن حدها او نبذ اعمال تلك ومحاسبت هذه، يعني المنظمات اللي عم تشتغل بشكل جيد تبرئتها، والمنظمات اللي عم تشتغل بشكل مشبوه تثبت من امورها وبالتالي محاسبتها او ايقاف عملها. فهذا سؤالي وجزيتكم كل خير. سؤالك إلي ليش؟ يبقى الموضوع سوري يعني. اي نعم، والله يا ريت استاذ عبد الناصر، ويا ريت اذا بيشاركنا الدكتور غسان والدكتور هشام. نعم، شكرا في الحديث زكريا. حقيقه يعني هذا الموضوع اذا كنت عامله حاطط محور حول يعني مداخله، لكن التزاما بالوقت ما لم تداول، يجب ان نميز في سوريا. طبعا عم نتكلم على الوضع في سوريا ومنظمات في سوريا. اغلب احنا طبعا في مناطق الحاره لا يوجد منظومه قانونيه او حكومي تتبع منظومه قانونيه لاداره هذا الملف، يعني بمعنى اخر لا يوجد وزاره او هيئات تقوم بترخيص لهذه المنظمات للعمل في الداخل السوري او مقصود هو الداخل المناطق الحاره. ومن هذا المنطلق اغلب او جميع المنظمات أو اللي تعمل في الداخل السوري سواء كانوا أفراد سوريين أو مختلطين سوريين أو أجانب أو حتى كان منظمات سورية مرخصة في أو مشتركة مع أوروبا أو مع أمريكا. هون هذه إشكالية، يعني سبب إشكالية القانونية اللي عم نشوفها اليوم أو سبب هذا الجو الضبابي بفهم هذه آلية عمل هذه المنظمات، ويخضع أو ينبع من أن هذه المنظمات هي أقرب للجمعيات الخيرية، وهذه الجمعيات الخيرية نحن نعلم من خلال كثير منهم هي أقرب أول شيء منغلقة على نفسها، ثانيا تعمل وفق قانون دولي مكان الترخيص سواء كان تركيا ولا أوروبا ولا أمريكا ولا أي دولة من دول، تخضع لدولي قانون دولة الترخيص. فبالتالي غياب الشفافية، غياب المحاسب، وغياب كل مظاهر الحوكمة الرشيدة عن هذه المنظمات التي نتكلم عن المنظمات السورية طبعا المرخصة خارج، فهذا أي أشبه منتديات العائلة أو منتديات المناطقيين أو سميها حتى في أن هناك بعض أنواع منها تعمل بخلفية إيديولوجية حزبية. لذلك اليوم عدم القدرة على محاسبة أو رقابة عملها أو تقييمها ينتج على من أنها تخضع لقانون دولة الترخيص. فأي ملاحقة أو محاسبة أو رقابة يجب أن تقام أو يجب أن تعرض أمام السلطات الدولية التي منحتها الترخيص. ومن هنا
تأتي إشكالية المنظمات العاملة في سوريا المتفضلة إن شاء الله إلى. هناك أيضا منظمات أخرى هي إقليمية طبعا دولية ولكن تعمل في مناطق النزاع في العالم أو أغلب مناطق النزاع في العالم مثل الأياد البيضاء والأرسي وغيرها. هذه تعمل وفق نظام اشتراكي مع الأمم المتحدة، يعني هي شريكة الأمم المتحدة في تنفيذ سياستها في مناطق النزاع ومنها سوريا. معنى آخر هي متعاقدة مع الأمم المتحدة تنفيذ برنامج الأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمي لتمرير المساعدات الإنسانية عبر الحدود. فهذه أيضا نحن كسوريين في مناطق المحررة لا نملك سلطة المحاسبة ولا الرقابة ولا أيضا يعني اقتراب من هذه المنظمات. حتى لو فرضنا أن هناك من قام من يجرؤ القيام بمساءلته متهم باعتداء عليها، وبالتالي أول إجراء تقوم فيه هو تعطيل عملها في مناطق المستهدفة، وبالتالي حرمان الأهالي أو السكان في مناطق المخيمات من هذه الخلوة. لذلك هاي المشكلتين الأساسيات التي أدت لضبابية يعني هذه المنظمات وللحالة الفوضى اللي عم نشوفها اليوم في أوساط هاي المنظمات، وأيضا يعني تسببت في ردة فعل أهلنا النازحين والمهجرين المخيمات عن ردة فعل سيئة. الله يجزيكم خير أستاذ عبد الناصر. طبعا في سؤال، ما هي الضوابط الأخلاقية التي يخضع لها عمل المنظمات، وكيف تتعاطى هذه المنظمات مع انتهاكات حقوق الإنسان في الدول التي يوجد فيها ثورات مثل اليمن وسوريا التي تتعرض في بعض الأوقات في جرائم ترقى إلى جرائم إبادة أو جرائم حرب؟ اليوم نتكلم عن منظمات خاصة بحقوق الإنسان والمنظمات الخاصة برصد انتهاكات حقوق الإنسان أو قصد جرائم الحرب. في العموم منظمات العفو الدولي ومنظمات منظمة الصليب الأحمر، قوم نتحفظ على منظمة الصليب الأحمر في الفترة الأخيرة للأسف الشديد باتت أقرب للنظام، لأنها قامت بعدة فعاليات يعني ورشات عمل مع وزارات العدل والداخلية وأيضا وزارة الخارجية السورية لتنظيم ورشات عمل في القانون الدولي الإنساني. هذا اختراق يعني كبير من قبل لجنة الصليب الأحمر لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لأن هناك كم هائل من التقارير والوثائق التي تؤكد أن هذا النظام ارتكب جرائم حرب، ارتكب جرائم إنسانية، حتى أن هناك اليوم نحن نعيش ذكرى قصف الغوطة بالكيماوي، وهذه الجريمة يعني إحدى من واحدة من 360 أو 65 استهداف بالسلاح الكيماوي في سوريا، وكلها موثقة لدى الأمم المتحدة ولدى لجان تقصي الحقائق أو فريق تحديد الهوية و تحديد مسؤول عن المسؤول عن استخدام السلاح الكيماوي، كذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا. لذلك اليوم المعايير للأسف الشديد هناك من يعمل من يعني يأخذ بهذه المعايير ويعمل ضمنها، ويعني وقد شاهدنا أن لجنة التحقيق الدولية تتمتع بهذه المعايير. أيضا من خلال تقارير فريق تحديد الهوية تبين لنا من خلال دراسة التقارير التي صدرت عنها خاصة في مجزرة الكيماوي الوطامي أو في سراقي أو في فتريطة أو كذا، تضح أنها تتمتع بقدر كبير من الالتزام بالمعايير الدولية وبشفافية والمسؤولية أيضا، وأدانت بالطريقة ومنضبطة ومحكمة النظام السوري في استخدام السلاح الكيماوي. هناك بعض المنظمات طبعا هذه المنظمات كان اليوم هي منظمات حكومية يعني بمعنى تم إنشاءها بموجب قرارات مجلس مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة.
لكن مثل ما كنا هناك سيم احمر ارتكب خطا جسيم بتعامل مع النظام، ورغم انه حضر اول امس في مناطق قسد وهي منطقه خارج عن سيطره النظام ولم يكلف نفسه بالدخول الى مناطق الحرره في الشمال السوري. الله يجزيك الخير استاذ عبد الناصر. طبعا كمان في سؤال اخر لنفس الاخ خالد محمد الحميدي، لماذا لا يتم التعاطي مع الازمات والانتهاكات الفظيعه في كافه دولنا العربيه والاسلاميه؟ سؤال لي يعني. والله هو موجه سؤال بس بحب تفضل انت، بحب تفضل الدكتور، الامر لكم الله يكرمكم. طبعا لا، اليوم لاحظنا بكل مناطق في وطننا العربي او ما يسمى او يعني مناطق او دول الربيع العربي، بالعكس وجدنا كل المنظمات الحكوميه وغير الحكوميه تسعى بكل امكانياتها للتدخل في شؤون هذه البلاد اليوم، لان هذه المناطق وهذه النزاعات هي المناخ المناسب للاختراق المجتمعات، وبالتالي يعني وهي تضع هدف من اهدافها الاساسي تغيير بنيه المجتمعات وبنيه الحكومات بما يتوافق مع سياساتها البعيده واستراتيجياتها. بالعكس اليوم نجد ان اصلا اصبحت اليوم عائق امام ايجاد حلول لا تتناسب مع سياساتها وتقوم بتعطيل الحلول في بعض الدول. لذلك اليوم ما قلنا يعني منظمات يتم اختراقها في هذه الظروف ووفق هذه الاستراتيجيات. فكثير من المنظمات او اغلب المنظمات تعمل وفق هذا او هذه الاستراتيجيه، سواء كان في اليمن، سواء كان في ليبيا، سواء كان في العراق، سواء كان في سوريا او في اي مكان في العالم. حتى في افغانستان، حتى في اي مكان في العالم. واليوم عم نشوفه كمان في اوكرانيا. الله يجزيك خير استاذي. طبعا نرجع نذكر الاخوه المشاركين والمشاركات اللي بيحب يسال اي من المحاضرين اي سؤال اما ان يرفع يده على الشات او فليتفضل لكي نفتح له المجال صوتيا. طبعا في تعليق بسيط يا استاذ. تفضل دكتورنا، تفضل. حفظكم الله استاذنا، جزاه الله خير الاستاذ المحامي عبد الناصر، حفظه الله تعالى وبارك لنا في علمه. بالنسبة ما تكرم به من مسألة الرقابة على أعمال المنظمات الدولية وتشخيصه للواقع السوري وما فيه من أزمات وعدم وجود الرقابة أصلاً، هو أهون مما يمكن أن يرى لدينا. يعني إذا كان التأصيل لهذا الموضوع لعدم وجود الرقابة، لكن الإشكالية عندنا أن الوزارة دائمة وأن المعني بالرقابة على أمثال هذه التصرفات عندنا جهة مخصصة في وزارة الخارجية لمتابعة عمل المنظمات ورفع التقارير أولاً بأول، إضافة إلى وزارة التخطيط وما تعطيه هذه الوزارة من تراخيص مباشرة أعمال المنظمات الدولية في إطار العمل المجتمع اليمني. ونحن نتعجب غاية العجب مع وجود هذا التنسيق ومع وجود ما يسمى يعني صورة الدولة الموجودة من حيث هيئاتها ووزاراتها وقيام القانون فيها طبعا، لكن مع هذا وذاك نجد هذا التجاوز الواضح. ففي حالة عدم وجود الرقابة أهون من أن تكون الوزارات موجودة والرقابة موجودة ولكنه يتم اختراقها ويتم تجاوزها ويتم النظر إليها على اعتبار أنها مجرد روتين شكلي من أجل إكمال شيء من الأوراق أو غيرها. فهذه النقطة التي أشار إليها أستاذنا المحامي حفظه الله، وكمقارنة وضع مبسط بين ما هو موجود في سوريا وما هو موجود في اليمن، لأن الواقع مثل ما أشار وأتى بتلك العبارة وهي في الصميم أنها بيئة صالحة للتكاثر ولانتشار مثل هذه المنظمات في حد ذاتها. ونعتذر على الإطالة السابقة. أخي ناصر عندك شيء أي سؤال؟ لا أنا تبيت إن شاء الله. يا شباب اللي عنده سؤال يتفضل. أستاذ عبد الناصر أنا بدي أسألك سؤال.
بالنسبة للمنظمات المحلية السورية، طبعا أنت تعلم والجميع يعلم الفساد اللي موجود بهذه المنظمات، هل يمكن مكافحة هذا الفساد سواء كان ماليا أو إداريا، وإلى أين ترفع الشكاوي؟ ما أسلفنا أن أغلب أو جميع المنظمات التي تعمل في سوريا يعني المناطق الحرة هي مرخصة خارج سوريا، بالتالي بيانات المالية، مصادر التمويل، مصادر الإنفاق، ماهية المشاريع الحقيقية غير التي تنفذ على الأرض، الارتباطات مع الممولين، مين هم الممولين، مصادر التمويل بمعنى آخر من هم الداعمين، من هم الممولين، هذه كلها للأسف الشديد من البيانات السرية التي لا يمكن وصولها. لكن يمكن في حال وجود أي إثبات يدل على أن هناك خرق لنظام داخلي أو للقانون الناظم، النظام الناظم اللي عمل هذه المؤسسات أو هذه الجمعيات في دولة صاحبة الترخيص، يمكن اللجوء إلى المحاكم الوطنية في هذه الدولة يعني تقديم شكاوى وتقديم هذه التبوتيات، ويمكن ملاحقة أعضاء مجلس الإدارة أمام القضاء الوطني دولة الترخيص. أما بالنسبة لنا في الداخل لا يمكن، لأن هنا لا يمكن الوصول لهذه البيانات، وحتى بالمعنى الآخر أن اختصاص القضائي نزل الأمر على أن هناك قواعد اختصاص الدولي المكاني، قانون بشكل عام يعتبر قانون المركز الرئيسي هو واجب التطبيق، هذا النقطة الثانية للقانون. أضف ذلك مشكلة أن التحكم بمصير الناس التي مستهدف، مجرد تعرض لهذه المنظمات يتم قطع التمويل وقطع الإمدادات عن وحرمان الفئات الضعيفة من المساعدات، لذلك من الصعب بمكان محاسبة هؤلاء، ويترك الأمر إلى ضمير أولا إذا كان هناك ضمير، وإلى رب العباد فهو كفيل هؤلاء الفقراء. تمام أستاذنا، مشكلة بالضمير، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا أستاذ ناصر عندك أي شيء الله يكرمك؟ لا ما عندي أي شيء. أخيرا لا يسعني إلا أن أشكر جميع الحضور والمشاركين، كما نشكر جميع محاضرين هذه الندوة، ابتداء بالدكتور هاشم بن علاوي من قبل، بالإضافة للأستاذ عبد الناصر حوشان، وبالإضافة إلى الدكتور غسان عبد القادر، بالإضافة إلى ميسر جلستنا وندوتنا الأخ ناصر العدواني. في الختام أستودعكم الله إلى لقاء آخر، دمتم برعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم، أنا سعيد بأن أول محاضرة معكم، شكرا وحياكم الله. يحييك حفظكم الله أستاذنا، نستودعكم الله في أمان الله، حياكم الله.